السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل من يوكيو ميد 36، واليوم عندنا شرح لمحاضرة الأكشن اوف جلوكوكورتيكويد مع الكلينيكال سيجنفتنس تبعها. طيب، بداية نبدأ بالكيس هذه اللي معانا. يقول لك a 35 years old man present to the clinic complaining of generalized weakness, bone ache and headache, skin purple stripe and pigmentation with progressive increase in weight. On examination, he has a moon face, central obesity, buffalo hump, and pigmentation and tanning on the skin. Blood pressure تبعه عالي. No neurological defect were observed, including in the visual field. Lab result تبعته elevated في ال الكورتيزول ال free cortisol elevated في اليورين. وال ACH were not observed. طيب، مبدئيا هذا الشخص عنده كوشنج سندروم. طيب، نخش على المحاضرة. طبعا كلنا نعرف الادرينال جلاند وش تتكون من الميدلا والكورتكس، والكورتكس اللي تفرز الادرينو كورتيكويد والمينارو كورتيكويد والادرينال اندروجينز، وعندنا اللي هي الميدلا تفرز اللي هو الادرينالين والنارادرينالين والدوبامين. تمام، طبعا عندنا هذا هو الاستيرويد البايوثينسيس تبعه. اول شيء يبدا من الكوليسترول، ودينا في الاخير اربع اشياء مهمه اللي هي الالدوستيرون والكورتيزول والديهيدروتستوستيرون والاسترادول. الاسترادول هو يعطينا بعدين الاستروجين، والديهيدروتستوستيرون يعطينا بعدين التستوستيرون، وهذه اللي هي الاندروجينز اللي بتتكون من الكورتكس حقت الادرينال جلاند. طيب، هذا اللي هو الهايبوثالاميك والبيتوتري ادرينال اكسس. بيورينا كيف ان الكورتيزول لما يزيد في الدم بيعمل انهيبيشن للهايبوثالاموس والبيتوتري عشان يوقف تصنيع اللي هو الكورتيزول من الادرينال جلاند. طيب، تكلم عن الادرينال كورتيزول والستيرويد. عندنا المينيرالو كورتيكويد اللي هي منها الالدوستيرون، كلها هي المين فانكشن تبعها اللي هو الالكترولايت ريجوليشن، اللي هو الصوديوم ريتينشن والريليز اوف بوتاسيوم. طبعا هذا الالدوستيرون دائما اخذناه حتى في اللي هو يرفع من ضغط الدم، واخذناه يسوي اشياء مره كثير. والجلوكوكورتيكويد اللي هي زي الكورتيزول، طبعا هذه تسوي initiations تقريبا لمعظم عمليات اللي هي الانابوليزم، زي عندنا الجلوكونيوجينيسيس. سوري، مو انابوليزم، بعضها انابوليزم وبعضها كاتابوليزم. عندنا البروتولايسيس واللايبولايسيس، هذه كاتابوليزم، وعندنا جلوكونيوجينيسيس هذه انابوليزم. تمام، ويعمل كمان اميونو سبريشن، وهو انتي انفلاموتوري، عشان كده استخدموه كثير في بعض الأمراض المناعية، زي مثلا الأرثرايتس، ياخد اللي هو الإكجونوس كورتيزول عشان يعمل له ميون سبريشن ويقلل الإنفلاميشن، ولو أشياء كثير استخدموها في الفارماكولوجي. طيب، الكيس 1 تبعنا زي ما قلنا اللي هو عنده كوشك سندروم، عنده هايبر كورتيكوليزم. الكورتيزول عنده عالي في الدم، فبيعمل افكت من السيبتم سبعته البيجمنتيشن، عشان يكون الاس اتش اي سي تي اتش عنده عالي، فحفز الميلانوسايتس انها يصير لها تانينج او يتغير لونها. ودحين نتكلم كيف نقدر نفرق بين البرايمري والسكندري. الكومبليكيشن تبعت الكوشنج سندروم، ممكن يصير عندنا هايبرتنشن ويحصل له دايابيتس. طيب، عندنا الاعراض مكتوبة في الصورة، يعني ما يحتاج نقولها. طيب، كيف نفرق بين برايمري والسكندري، بين الكوشنج سندروم والكوشنج ديزيز؟ الكوشنج ديزيز هو سكندري والسندروم برايمري. طيب، برايمري يعني يكون في نفس الادرينال جلاند، سكندري يكون بسبب عامل اخر، يا انه في الهايبوثالاموس يا في البيتوتري. لو كان في الادرينال جلاند، يا يكون ادرينال ادينوما كارسينوما، يا انه يكون اكزوجينوس، يعني اكزوجينوس جلوكوكورتيكويد، يعني يكون زي الادويه اللي ياخدوها فتسبب لهم ارتفاع في الكورتيزول. هذا في البرايمري. في الدم
يكون الكورتيزول عالي لكن الاي سي تي اتش نازل. ليش؟ لانه نفس المشكله في نفس الجلاند مو من البيتوتري ولا الهايبوثالاموس. في السكندري الكوشنج ديزيز تكون المشكله من نفس الهايبوثالاموس والبيتوتري، يكون فيها تيومر ويكون فيها اي حاجه، فيكون في افراز كبير للاي سي تي اتش اللي يحفز الادرينال جلاند انها تندر كورتيزول، بالتالي الاي سي اتش حيكون عندنا عالي ويصير عندنا اي سي تي اتش بيجمنتيشن. حتى بيكون الاي سي اتش اي سي تي اتش عالي يكون عندنا ايش بيجمنتيشن معه. طيب نتكلم عن assessment of adrenal function، كيف نعرف الفانكشن حق الادرينال هذه شغاله تمام ولا لا؟ نقيس اليورينال فري كورتيزول واليورينال فاريشن حقت الكورتيزول والاي سي تي اتش ليفلز. الاي سي تي اتش ليفلز تكون في السكندري عاليه وفي البرايمري نازل. في السكندري عالي عشان يكون المشكله في الهايبوثالاموس والبيتوتري، ونازل في البرايمري عشان يكون نفس الكوز في الادرينال فما يحتاج انه يفرز اي سي تي اتش. طيب في اليورينري فري كورتيزول ناخذ 24 اور كوليكشن عشان نشوف نسبة الكورتيزول اللي موجودة. احيانا تكون elevated 95% من اللي عندهم كوشنج during الستريس، فيعطينا اللي هو الفولس بوزيتيف. وبرضو نقيس الديورنال فاريشن حقت الكورتيزول، هو نورمال الكورتيزول من الساعة 8 الى الساعة 10 يكون عالي الصباح. ليش؟ عشان الواحد يكون دوبه صاحي من النوم، في الكورتيزول يحفز له يعني زي ما قلنا اللايبولايسيس والبروتولايسيس والجلوكونيوجينيسيس عشان يرفع مستوى الجلوكوز في الدم، عشان في الصباح الواحد يتحرك ويروح شغله ومدري زي كده. في الليل يكون نازل عشان الواحد يزيل الارتخاء وينام. في الديورال فاريشن في اللي يكون عندهم كوشنج يكون في لوس للديورال فاريشن، طول الوقت يكون عالي الكورتيزول. وفي اللي هو تيست اللي هو تيكسا ميذاسون سبريشن تيست، طبعا نديله انجكشن من المادة هذه، بعدين نقيس الكورتيزول في الـ in the following day. طبيعي في الطبيعي الكورتيزول لازم ينزل، لكن in cushing there is a failure to suppress the cortisol، يعني يقعد عالي زي ما هو. يعني احنا اول حاجة نحقنه بهذا الشيء، والله شفناه نزل هذا طبيعي، ما شفناه نزل قاعد elevated هذا عنده مشكلة. طيب الان نتجه الى الكيس الثاني اللي هي شيء مختلف عن اللي فات. في اللي فات تكلمنا عن الكوشنج سندروم وكيف نفرق وايش التحاليل تبعته وايش الاعراض. الان نيجي لهنا خلينا نشوف. يقول لك 50 years old woman presented to the clinic complains of nausea vomiting abdominal pain and extreme fatigue lethargy weight loss and decreased appetite areas of dark skin hyperpigmentation history of repeated fainting attack with salt craving examination weight is low blood pressure نازل وعندنا اللي هو hyperpigmentation واللاب ريزولت عندها هايبوغلاسيميا سكرها نازل وعندها هايبوناتريميا صوديوم عندها نازل. طيب مبدئيا هذه الحرمة عندها اديسون ديزيز. اديسون ديزيز شو هو؟ يكون في زي عكس الكوشنج، الكوشنج كان فيه افراط في انه يندر الكورتيزول والادرينال اللي كانت شغاله بزياده، هنا العكس، هنا الادرينال نازله وما بتندر الهرمونز تبعتها بشكل منتظم. يقول لك regulation of aldosterone، طبعا لما يكون عندنا decreased plasma potassium راح البوتاسيوم يدي نيجاتيف فيدباك يقلل الهاي بوتاسيوم ليفلز. لا سوري. طيب اول حاجه عندنا الانجيوتنسين 2 روح للكدني يسوي لها ستيميليشن. انجيوتنسين عاده دليل انه يكون مثلا البلد بريشر نازل، بيروح للكدني، الكدني هذا تندر الالدوستيرون تعمل صوديوم ريتينشن وبعدين ووتر ريابزوربشن عشان انكريس البلد فوليوم، ويعمل بوتاسيوم اكسيرشن ويقلل البلازما بوتاسيوم. تمام، لما يقلل البلازما بوتاسيوم يدينا نيجاتيف فيدباك عشان يوقف العمليه هذه ويرجع ثاني يرجع البوتاسيوم للليفل الطبيعي، وهنا انكريز البلود فوليوم لين ما يوصل الحد تبعه، بعدين يعمل نيجاتيف فيدباك عشان يوقف اللي هو الانجيوتنسين فينزل الضغط ثاني بحيث يخليها في حاله هيموستاسيس لا زياده ولا نقصان.
طبعا هذه رينال انجيوتنسين ديستيرو سيستم، الرسمة توضح كل الكلام اللي انا قلته قبل شوية، واخذناها قبل كده في سنة تانية في موديول سي في الهايبرتنشن والبلد بريشر. طيب دحين كيف نفرق بين برايمري هايبركورتيزم برايمري هايبركورتيزم وسكندري هايبركورتيزم اللي هو الاديسون ديزيز؟ كيف نفرق بين البرايمري والسكندري؟ البرايمري راح يكون الكورتيزون نازل في الدم والاي سي تي اتش عالي، حيكون مرة عالي سي تي عشان بيحاول يندر الكورتيزول من نفس الجلاند، لكن الجلاند مي قادر، لكن سي تي حيكون عالي عشان كده بيظهر عند البيجمنتيشن. في السكندري الاثنين حيكون نازلين لانه في مشكلة من فوق في نفس الهايبوثالامس والبيتوتري. والمين كوز تبع السكندري انه يكون في اكجينوس ادمنستريشن اوف كورتيكوستيرويد، فلما يوقفوه فجأة المرضى هذول اللي يكون بياخذوا اكجينوس كورتيكوستيرويد لما يوقفوا فجأة يكون اصلا الجلاند خامله لها فتره ما بتشتغل عشان في اكجينو اكزوجينوس، ف لما نوقفه ما راح تتنشط الجلاند بسرعه وتندر اللي هو الكورتيزول، فراح يصير دروب في الكورتيزول ليفل في الدم، بالتالي يخش في حاجه اسمها ادرينال انسفيشنسي كرايسيس او اديسونيان كرايسيس. البرايمري لا، البرايمري عكس كده، يا انه يكون في بكتيريال انفكشن ولا حاجه تسوي الدسترويد لنفس الجلاند، يعني لا انه شيء من الهايبوثالاموس والبيتوتري، لا مشكله في نفس الجلاند في دسترويد لنفس الجلاند، او انه يكون اوتوميون ديزيز يكون سيلكتيف ديستركشن اوف كورتكس، واحيانا يكون الميدلا انتاكت. طيب نرجع الكيس حقتنا، ايش السبب؟ عندنا قلنا هايبوكورتيزم لو كورتيزول الافكت، حاجتين الليثارجي ابدومينال بين بيجمنتيشن ويت لوس vomiting nausea، وبعدين لو هذه الاشياء مره تطورت صار دروب جامد يعطينا حاجه اسمها اديسونيان كرايسيس. طيب دايجنوزز، كيف نشخص هذا الشخص انه هو عنده هذه المشكله؟ طبعا لو قسنا الكورتيزول والديستيرون ما حيكون لها نو رول ان دايجنوزز، بس اف هاي نورمال ذس اكسكلود دايجنوزز، يعني احنا نورمال ديفيز الكورتيزول اور الديستيرون ليفل هاز نو رول ان دايجنوزس بت اف هاي نورمال ذس اكسكلود دايجنوزس. طيب في كمان حاجه اللي هي الشورت سينكفين تيست، ايش نسوي ستيموليشن الكورتيزول ريليز باي الاي سي تي اتش انالوج اللي هو السينكيثان انترموسكولار انجكشن، then serum كورتيزول نقيسه at zero time، بعد كده كل نص ساعة لمدة ساعتين. في الطبيعي السيروم كورتيزول should rise، لكن لما يكون في مشكلة ما حيصير لها rise، بالتالي نعرف والله انه هذا عنده مشكلة في الادرينال جلاند، ونقيس السيروم ACTH عشان نفرق بين البرايمري والسكندري. قلنا البرايمري يكون الACTH عالي والسكندري يكون الـ ACTH نازل. طيب هذا بخص الدياجنوزيز تبعه، كيف نشخص اللي هو الشخص اذا كان عنده adrenal insufficiency والله ما ادري كيف تنطق، المهم. طيب هنا هذا الشارت يوضح لنا كيف التستنج في الادرينال انسفيشنسي في النورمال او كيف، واذا كان لونج ستاندنج انسفيشنسي ريسنت اونست انسفيشنسي، وكيف نفرق بين البرايمري والسكندري، والشارت هذا يوضح لنا كيف. كده انتهينا من المحاضره، اتمنى ان شاء الله اكون غطيت كل الاوبجكتيفز. طيب خلينا كده نعمل مراجعه سريعه للي اخذنا الكوشك سندروم الكيس تبعها، واخذنا الاديسون ديزيز الكيس تبعها. قلنا الكوشنج سندروم عندنا برايمري وعندنا سكندري، برايمري يكون مشكله في نفس الادرينال جلاند، سكندري يكون مشكله من الهايبوثالاموس او من البيتوتري، يكون اسمه كوشنج ديزيز. طيب اخذنا اللي هي سيمبتوم زي البافلو هامب والسترايي وفي السكندري يكون البيجمنتيشن وهذه الاشياء، هذا بيخص الكوشنج والدياجنوزيز اللي هو اليورينري فري كورتيزول والاي سي دي اتش ليفلز
والديورنال فاريشن حق الكورتيزول، هذه كلها في الدياجنوزيس. هذا ما يخص الكوشنج سندروم. تاني كيس عندنا كانت اللي هي الاديسون ديزيز. عرفنا نفرق بين البرايمري والسكندري، ومتى يكون الاس اتش عالي ومتى يكون نازل، وايش سوى بالبيجمنتيشن، واخذنا الدياجنوزيس تبعها كيف يكون، والسيبتومز تبعتها اللي هو الفوميتنج والابدومينال بين، الهايبر بيجمنتيشن في حالة البرايمري. هو تشوف كيف نفرق سكندري كوشنج سندروم اللي هو كوشنج ديزيز، اس تي اتش عالي هايبر بيجمنتيشن، وبرايمري اديسون ديزيز او برايمري ادرينال انسفيشنسي يكون اس تي اتش عالي. يعني في الكوشنج السكندري اس تي اتش عالي، في الاديسون برايمري اس تي اتش عالي، في الاثنين هذه يكون عندنا هايبر بيجمنتيشن. طيب ان شاء الله كده يكون غطينا كل الاوبجكتيفز ولخصناها ان شاء الله وبس والله. ويعطيكم العافية على الاستماع، والسلام عليكم.